كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلوا الثلاث أصدقاء زيكا وزيكو بندقة لمدينة الجليد يستكشفوا إيه هي الحاجات اللي موجودة في المدينة دي. زيكو قال لهم احنا ننزل تحت يا أصدقائي نستكشف الجليد ونشوف المكان الجميل ده. بندقة قالت له يلا بينا يا زيكا ننزل على تحت ونعرف أكتر ونركب في البتاع اللي عمالة تروح وتطلع دي. زيكا قال لها لا أنا هنزلكوا بالباراشوت. بندقة قالت له طب يلا بينا. قال لها يلا. زيكا قال لهم المكان حلو قوي هنا يا أصدقائي بس ايه ده مفيش حد هنا خالص ولا ايه؟ المكان ده غريب جدا. بندقة قالت له بس مكان جميل ورائع وان شاء الله تبقى رحلة جميلة ومفيدة. زيكو عمال يبص بالكاميرا بتاعته بيقول لهم شايف كده حد جاي علينا بس شكله غريب قوي. قالت له ما اكيد عايش في الجليد دوت يبقى شكله غريب لان الجليد هنا صعب جدا مش اي حد يجي ويعيش هنا في المنطقة الجليدية ديت. زيكو قال لها فعلا عندك حق يا بندقة المكان هنا برد جدا. زيكا قال له فعلا المكان هنا برد قوي. جالهم واحد وقال لهم انتوا مين؟ زيكو قال له احنا ثلاث اصدقاء جايين نستكشف هنا الجليد والاماكن الحلوة دي. رد عليه وقال له انا اسمي ماكس وعايش هنا بقالي كتير لو عوزتوا اي حاجة او اي معلومة تقولولي على طول. زيكا قال له هو ينفع الناس تعيش هنا؟ قال له هو صعب الناس تعيش هنا. زيكا قال له طب اللي بيعيش هنا بيعمل ايه؟ بس لازم تاخد علاج او تاخد فيتامين دال عشان هما ما بيتعرضوش للشمس. زيكا قال له معقول؟ قال له طبعا بس خلي بالكو المكان اللي انتوا واقفين فيه ده مكان خطر لان فيه هنا قنبلة ويمشوا على جنب خلي بالكو. زيكا قال له انهي مكان؟ قال له المكان اللي وراك دوت اللي عند اليافطة الصغيرة. زيكو بص كده وقال له اه المكان دوت. قال له ايوه خلي بالك وابعده بعد عنه. بندقة قالت لهم طب يلا بينا نمشي من هنا ونبعد ونمشي بالراحة. زيكو قال لها طب يلا يا بندقة. وزيكا الآن محتار عمال يفتح الباراشوت ولا يقفله. بندقة قالت له يلا يا زيكا من غير باراشوت امشي. ماكس قال لهم انا هرجع بقى يا اصدقائي. بندقة قالت له انت هترجع كده على البتاع ديت؟ قال لا لا انا هرجع على العجلة بتاعتي بتشيل اتنين او تلاتة من الاشخاص العاديين لكن انا معايا العجلة بتاعتي لازم امشي عليها مش هعرف. شكرا يا ماكس. قال لا العفو يا بندقة انا اتشرفت جدا بمعرفتكم انتوا فعلا تلات اصدقاء طيبين. يلا سلام. زيكو قال لهم في حد تاني جاي علينا بس شكله غريب او راكب البتاعة الغريبة دي مش عارف دي مروحة ولا ايه. بندقة قالت له مروحة ازاي؟ بصوا كده. قالت له اه البتاعة دي حلوة او اللي هو راكبها دي. جالهم وقال لهم انتوا مين وعايزين ايه؟
وإيه اللي جابكوا هنا؟ زيكو قال له احنا جايين نستكشف المنطقة الجليدية. قال له انتوا التلاتة؟ قال له ايوة احنا تلاتة اصدقاء. قال له اهلا بيكو. قال له انت مين؟ قال له انا شادي. قال له انت بقالك كتير هنا يا شادي؟ قال له ايوة بقالي كتير هنا. زيكا قال له انت مش بردان هنا يا شادي؟ شادي قال له لا مش بردان، طول ما انا راكب على المروحة بتاعتي ديت ببقى مش بردان. زيكا قال له بس احنا بردانين، والمكان هنا بالنسبة لنا غريب جدا، واحنا هنمشي بقى. شادي قال له خليكوا شوية، انتوا لسه هتتعودوا على المكان، المكان هنا في الاول بيبقى غريب بس عشان انتوا لسه جداد، بعد كده هتتعودوا عليه. زيكا قال له هو المكان هنا جميل قوي، بس احنا صعب نعيش هنا عشان المكان دوت متعودناش عليه. يلا بينا يا اصدقاء نتحرك. زيكو قال له سلام يا شادي.